عريضة خديناها. النتيجة نتاعها راك تشوف اليوم وضع الجزائر في المحيط الإقليمي نتاعها، في المحيط القاري نتاعها، وفي المحيط الدولي نتاعها، متوسطي وغير متوسطي، وما هيش شهادتنا احنا، شهادة كل المؤسسات الدولية، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، الإيفاو، اللي ما يرحموش، ما تقدرش ترشيهم ولا تقدر يجاملوك ولا، كلهم مصنفين الجزائر على أساس أنها ما بين دول القلائل اللي منعت وتمنع من الشيء اللي راه جاي. الحمد لله. هذو هما النتائج تاع العكس ما كانوا يتوقعوه